جراحة المنظار هي تقنية حديثة مقارنة مع الجراحة التقليدية، بنجريها من خلال فتحات على البطن ندخل من خلالها بكاميرا مع فتحات تانية بتساعدنا على تسهيل العملية الجراحية، وهيدي الفتحات ما بتتعدى السنتيمتر الواحد. أكيد من خلال الجراحة بالمنظار ممكن نجري عمليات عديدة، من خلالها في عنا جراحة استئصال التليف الرحمي، جراحة الأكياس على المبيض، جراحة الأنابيب أو قناة فاللوب في حال وجود انسداد مشان نسهل عملية الحمل الطبيعي، ممكن نجري كمان عمليات على الالتصاقات اللي بتكون ناتجة عن جراحات سابقة، وممكن نجري كمان العمليات على الهبوط الرحمي، هبوط المثاني وهبوط الشرج من خلال الجراحة بالمنظار. اللي بيميز الجراحة بالمنظار عن الجراحة التقليدية هو إنه الألم بيكون أخف، التعافي بيكون أسرع، وخطر الالتهاب بيكون أقل.